الخطوة الأخيرة مسرحية جسدت معاناة الشعب الصحراوي بمشاهد عبرت عن القضية العادلة وإسماع صوتها على المستوى الدولي بالقوى الناعمة. احنا تيمنا من فرقة جبهة التحرير الوطني اللي كانت دافعة عن القضية الجزائرية، قلنا لماذا أننا أيضا نساهم في إنشاء فرقة مسرحية محترفة لي أيضا دفاع عن القضية الصحراوية في المحافل الدولية. لمسات كانت موجعة ولكنها لمسات رائعة كانت، وذكرتنا بالماضي الذي مر به أبائنا وجدودنا وجميع العائلات ومعاناة الشعب الصحراوي إلى حد الآن منذ 50 سنة مازلنا في هذه المعاناة، وكانت تجربة رائعة. نعرفوا القضية هاد الصحراء الغربية بصح جامي شفناها بهاد لافاصل، فريمون تشاتنا والله العلي العظيم. يعطيهم الصحة لحقوا بالميساج أفضل ما يمكن. عمل فني اشتغل فيه ممثلون وتقنيون من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بشكل احترافي، تلقوا تكوينا من مؤطرين جزائريين. هذه الخطوة الأخيرة اللي عنونت بها يعني هذه المسرحية هي يعني حقا تخدم صميم إرادة الصحراويين وقيمهم من أجل التحرير والمقاومة، ولكن هي رسالة للعالم بأن يعني حقا يعني نستهل تجربتنا ونستهل يعني تاريخنا ونستهل قيمنا من ثورة نوفمبر. بمثابة الإعلان الرسمي عن تأسيس وإنشاء المسرح الوطني الصحراوي المحترف، وهذا يؤكد بطبيعة الحال دعم الدولة الجزائرية للقضية الصحراوية على المستوى الثقافي كما تدعمه على مستويات عديدة أخرى. كنا قد بدأنا بهذا المشروع الطموح الذي تحقق اليوم على أرض الواقع، وبعد هذا إن شاء الله سيكون لدينا تعاون آخر على المستوى الشقة السينمائي الأدبي وغيرها من المجالات الثقافية والفنية. هي صورة ثقافية لكفاح شعب نضل من أجل العيش بكرامة، وشعاره لا شيء يعلو فوق الحرية.